أولى فقراتنا لليوم بهذه الحلقة المميزة سلمى راح نقول فيها ونتوجه فيها لهيدي الأيام اللي عم نمر فيها، يمكن بأيام باتت ظلمة الباطل تطغى على الحق والحقيقة لتحارب الشعوب بلقمة عيشها وقوة قوتها، وعبر إجراءات قسرية فرضت على بلدنا الغالي استهدفت أساسيات الحياة على هالأرض المباركة المعطاءة. اليوم نحن بحاجة لنور الطمأنينة والسلام ليملي قلوبنا، هو نور القيامة المجيدة، قيامة يسوع المسيح. سلمى، أكيد تحتفل اليوم الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد، طبعا معاني كثيرة للفصح رح نتبحر فيها أكثر من داخل كنيسة الصليب المقدس مع ضيوفنا بهذا اليوم المميز. أكيد خلينا نرحب فيهم الأب جبرائيل كحيلة كاهن في كنيسة الصليب المقدس والأرشمنديت إبراهيم داوود المسؤول عن كنيسة الصليب المقدس. صباح الخير والمسيح قام. صباح الخير. الله يقويكم. يعني أبونا رح نبدأ حديثنا معك نتحدث أكثر عن هذا اليوم المبارك، يوم الفصح يلي نحن له معاني كبيرة وأيضا له دلالات كثير مهمة. هو مو بس عيد بمر مرور الكرام، وهو ذكرى يمكن نحن نحييها لتجسيد معاني كبيرة. مفهوم عيد القيامة دائما بالنسبة لنا هو الانتقال من الموت إلى الحياة. نعم. العبور، والعبور بالنسبة لنا دائما هو يستقي من زمان، يعني كان يتهيأ الشعب المؤمن لكي يتعرف على الرب، ومن خلاله عبر نهر النيل لوصل من مصر إلى فلسطين. نعم. أما اليوم فنحن نفهم معنى القيامة بأنه العبور من الموت إلى الحياة. العبور من الموت إلى الحياة يأخذ مبدأ آخر، نحن لم نخلق لنموت وإنما خلقنا لنحيا. نعم. الرب لا يبخس على خليقته أبدا بأنه يعطيهم نعم، بل على العكس هو يبذل نفسه فداء عنهم ويعطي نفسه أيضا كفارة من أجل خطاياهم، لذلك يرفع عنا هذا الخطأ الذي نحن وقعنا فيه. نعم. ويرفعنا أيضا لننتقل من خلال هذا العبور لنتخلص من خطيئة الجدين وننتقل بها لنبدأ حياة مع المسيح، حياة حقيقية نفرح فيها ونتعلم ونسير ونخدم مع كل المؤمنين لسائر بعضنا البعض. نعم. هذا هو مفهوم القيامة. ما بعرف كمان. نعم. أبونا، يعني أنا كمان بدي استشهد بعبارة قال سيدنا البطرك يوحنا العاشر عن معاني القيامة، اللي بيقول فيها أنه القيامة هي افتقاد الله للخليقة لخليقته. صحيح. القيامة هي تجسيد للمحبة الإلهية اللي ما وفرت أي درب حتى درب الموت من أجل خلاص الإنسان. هيدا معنى القيامة. معانيها كثيرة: انتصار الحب على الموت، على الكراهية وعلى الظلمة. القيامة هي انتصار الحياة على الموت. نعم. قيامة المسيح هي وحدة المحبة الحقيقية، هي اللي بتجسد، هي اللي بتجسد الحياة ومعنى الحياة. لهيك في عنا قطعة نحن منقولها بصلاة سحرية الفصح من الكتفاصيات بتبين عن معاني القيامة. نعم. هي بتقول اليوم يوم القيامة فلنتلألأ أيها الشعوب لأن الفصح هو فصح الرب، لأن المسيح إلهنا قد أجازنا من الموت إلى الحياة ومن الأرض إلى السماء. نعم. هيدي. نعم. القطعة بتبين لنا كثير عن معاني القيامة. بالقيامة صار الإنسان قادر أنه يخلع
الإنسان القديم ويلبس الإنسان نعم. الجديد نعم. بالقيامة انكسرت شوكة الموت، ما عاد عندنا خوف من الموت، صرنا نحن أناس قياميين على رجاء قيامة ربنا يسوع المسيح. نعم. نعم. يعني كمان أبونا جبرائيل مثل ما بنعرف هذا العيد هو عيد الأعياد، هو العيد العظيم مثل ما بنقول، والسنة هو عم بمر على بلدنا، ما فينا ننكر أنه في ظروف قاسية تعيشها سوريا، حصار اقتصادي، ظروف معيشية كثيرة. دائما الإنسان وقت بينوجع أو بيتعذب، وقت بيتألم، بيتجه دائما بروحه لرب العالمين، فبتكون أبواب الكنائس مفتوحة. صلوات وقضاديس مختلفة كانت هذا العام، قديش كان في جانب روحاني أيضا، قديش كان في مسؤولية على الكنيسة لحتى تطمئن الناس، تساعدهم بتخطي هاي المرحلة، لأنه كل يوم حقيقة السوريين بيعيشوا على درب القيامة للتخلص من كل الأزمات اللي عم نمر فيها من 10 سنين حتى الآن. المشكلة هي المشكلة تراكمية، أنت عم تحكيني يعني صعبة صارت على الشعب ومنها سهلة، لكن وفي نفس الوقت تعرف الكنيسة بأنه تأخذ دورها بشكل تدريجي، يعني وبأنه بالصلوات نحن منعيش الإيمان، جوهر الإيمان، الإيمان تماما. الإيمان هو من خلاله نحن تعلمنا من رب يسوع أنه علينا أن نكون خدام، أول شيء نكون خادمين لكلمته مع البشر، ولكن بنفس الوقت عيش الصلوات هو إكساء الطابع الروحي اللي بينعش قلوب الناس لحتى لما بيقربوا من الرب بحسوا بالتعزية، بيلمسوا بأنه إيد الرب صارت واقفة معهم وصارت عم تخفف من المعاناة ومن الآلام اللي هي عم تواجهها. يعني نحن ما بننسى أيام الحرب القاسية، ما بننسى أنه نحن قطعناها بفضل الرب وعم نتعافى منها بشكل تدريجي لحتى نحن هلا صرنا بوقت من فضل الله عم نكون احسن، ولكن اجت زمن الكورونا كمان واللي هي اجى زمن قاسي كمان واللي هو عزل كثيرين ناس من انهم يقربوا، وكمان هيك مع هيك لقيت الكنيسه انه تاخذ تدابيرها لحتى توقف مع الشعب وتوصل كلمه الرب حتى للبيوت لحتى تكون منقولة هالصلوات دائما إلى البيوت بشكل مستمر. إذن بدنا نعرف الألم بينشئ دائما صبر، يعني بينشئ منه الصبر، والصبر بده ينشئ فيما بعد هذا الإيمان. فبدنا نعرف أنه لو امتحنا بهي الآلام نحن رح تماما رح نعرف أنه نحن ماشيين صحيح. نحو التعافي بإذن الله أكيد. وأكيد ما بعد الظلمة إلا النور. صحيح، مثل اليوم يعني ما بعد الظلمة إلا النور، يوم القيامة. أيضا أبونا تحدث عن نقطة كثير مهمة، أنه نحن عم نوصل للمؤمنين أيضا يمكن ولو بكلمات بسيطة الصبر، خلينا نقول، وأيضا الصلوات يمكن بهيدا الفترة كلها ترفع من أجل أنه نكون حد بعض. يمكن الصلوات دائما هي بتريح النفوس وبتريح أيضا الأجساد. أكيد، وهذا الشيء اللي ابتدأ فيه كمان صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر بأنه أضاف طلبات على طلبات اللي نحن بنطلبها بالعادة بصلواتنا، وهي طلبة بتخص المرضى بهذا الوباء اللي نحن عم نعيشه، وكمان بتخص أنه نطلب من أجل الكوادر الطبية والخدمية اللي هن بهيدي الفترة الجنود اللي عم بيكونوا بالصف الأول لحتى يساعدوا المرضى أو يساعدوا بقية الناس باتخاذ التدابير. هيدي كانت طلبة أضيفت ببركة صاحب الغبطة لحتى نحن نكون عم نشارك بكل شيء، وعم نطلب السلام، السلام لكل العالم، خاصة بهيدا الظرف الصعب اللي نحن عم نعيش فيه، واللي عم نطلب فيه كمان انه نحن مثل ما قال ابونا نوصل لقيامة كاملة لبلدنا سوريا. نعم. بعد ما تجاوزنا هالفترة من الحرب والحصار الاقتصادي يكون عندنا قيامة كاملة بكل نواحي الحياة. نحن كمان نطلب عيش القيامة، ونحن عم نعيش فرح القيامة، بنطلب انه يكون في عنا صبر،
يكون في عنا نحن صبر، وخاصة على هالضغوطات اللي نحن عم نعيشها. بنطلب أن نحافظ على ضمائرنا بهيدي الفترة، لأنه في كتير إغراءات عم بتصير حوالينا من كل الجوانب، حتى تبعدنا عن إيماننا، بعدنا عن أخلاقنا السامية. اليوم بهذا الفرح، فرح القيامة، بنطلب أنه نحن ما ننجر وراء هالإغراءات، نتطلع على الآخر، نفكر بالآخر، لأنه تكتمل فرحتنا بقيامة الرب يسوع وقت اللي تنزرع الفرحة بوجه الآخر المحتاج. ما نكون نحن ظالمين، ما نكون ظالمين، وهيك منكون نحن عم نعيد عيد الأعياد وموسم المواسم، عم نعيده بمضمونه وليس بالشكل فقط. أكيد. يعني اليوم طبعا ختام حديثنا معكم، قبل ما نختم أكيد لنا كلمة، ونحن اليوم عم نحتفل مثل ما قلت أبونا بعيد الأعياد وموسم المواسم، وخصوصا عم يقترن هذا العيد مع شهر رمضان المبارك. نعم. مثل ما تعودنا بسوريا، وبالذات كمان نحن بدمشق المدينة الغنية بالحضارات، هون الكنيسة تتلاحم مع الجامع. نعم. دائما. نعم. بيلتقوا مثل ما بيلتقي كل المؤمنين على هالأرض. يعني أنا بدي أحكي عن شيء بيصير دائما. أنا من منطقة الزبداني، واللي في عندي رفيق هو الشيخ بالجامع، الشيخ أيمن سعدة. أنا صراحة بكل مناسبة بيدعيني الشيخ لكون موجود بعيد المولد النبوي أو بأي عيد آخر، أن يكون موجود جنبه وشارك بهذه الأعياد اللي بتتم. وبالمقابل كمان، وخاصة بهالفترة اللي نحن فيها بزبداني، كمان بأعيادنا عم نكون نحن جنب لجنب مع بعض، لحتى تكون أعيادنا هي أعياد واحدة مثل ما نحن متعودين. نعم. بهذا البلد ما منميز، نحن فرحة العيد لازم تعم على الكل. وقت اللي بيكون عيد القيامة عنا، منعيد بكل سوريا لعيد القيامة. صحيح. إسلام ومسيحيين. صحيح. وقت يكون عيد الفطر أو عيد المولد النبوي، عم نعيد كلنا بهذا العيد، لأنه صار اسمه عيد وطني. لهيك يمكن اليوم خرج أنه نقول كلمة يعني للناس، أنه ننتبه ونقول مع المسيح القائم أنه يقيمنا الرب يسوع لحياة جديدة، يقيم عقولنا إلى نور الإيمان، وأهم شيء أنه إرادتنا كمان إرادتنا تكون لطريق الخير والرجاء. المسيح قام، كل عام وانتم بخير. اكيد. اول شيء يعني بهالزمن هذا المبارك اللي نحن بنفرح فيه، مثل ما انا وعيت عليه من صغر انه انا موجود لهذا المجتمع اللي نحن بنعيش مع بعضنا باستمرار، ونعايد اخوتنا، وما بنقول نحن بنعايد المسلمين حتى كمان، يعني نحن دائما بناخذ مفهوم الاخوه بحياه الكنيسه. صحيح. لانه من هذا المفهوم هو بيعلمنا كيف انه معناتها نتعاطى الاخ اللي بيحب اخوه واللي بيتمنى له دائما الشيء الصالح. لذلك ربينا بهالمجتمع الرائع اللي فيه نسيج رائع. نعم. وبنفس الوقت نحن بنفتخر بانه عندنا هالنسيج هذا ونسيج التعايش، ونتامل دائما من الرب انه يحمينا بجاه هالعيد المبارك كمان، ويحمي كل اخوتنا اللي عم يصوموا كمان وعم يتهللوا للرب، لحتى يسالوا فيه انه يكونوا اقوياء ويكونوا دائما بنعمته حاملين كلمة الله الحقة اللي لازم انه الواحد يعيشها بحياته. فهذا نعمة كبيرة هالبلد فيها نحن عايشين. وبنفس الوقت بسأل انه قديش نعمة القيامة بتنعكس على شخصنا، انه لازم نتممها بحياتنا. نعم. ونعيشها بظروفنا ولو كانت قاسية. نعم.
أكيد نتشكركم نحن اليوم على تواجدكم اليوم ببيتنا بيت الله في كنيسة الصليب المقدس. نرجع نقول يمكن بيقولوا المسيح بذل نفسه في سبيل أحبائه، وأيضا نحن بسوريا الجيش السوري بذل نفسه في سبيل أكيد السوريين وفي سبيل سوريا الغالية. حكيتوا كلمة ونقطة جدا مهمة، السوريين أخوة إسلام ومسيحيين. أكيد نحن بدنا نقول لكم المسيح قام وأعيادنا مباركة، أعيادنا واحدة ورمضان كريم. شكرا لكم، خليكم المسيح قام، خلينا إياكم الله يقويكم. شكرا شكرا لكم، واكيد الشكر طبعا لانه انتم استضفتونا اليوم بكنيسه الصليب المقدس لحتى نطل على الناس بهذا اليوم المميز من احد بيوت الله من طبعا هي الكنيسه. شكرا لكم.